اليومين كانوا كثير صعبين، بالذات اليوم الأول كان المراحل كانت وعرة كثير، والسيارة ما كنا نعرفها أول رالي فيها احنا، وأهم شيء عندنا كنا نكمل هذا الرالي مركز ثاني بالنسبة لي كبداية البطولة 18 نقطة حلوين. عرفنا السيارة أكثر، سقنا السيارة اليوم، حاولنا نحسن أوقاتنا، السيارة ممتازة إن شاء الله. الحمد لله ان خلصنا هالرالي في الكويت، ان شاء الله راح نكون افضل ان شاء الله.